في لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أكد عدد من أعضاء المجلس أن مشروع قانون المنشآت الصحية يهدف إلى تطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها. أهمية هذا القانون، أولا القانون هو لا يطبق أو لا يسري على وحدات الرعاية الأساسية اللي هي الوحدات الرعاية الأولية في كافة محافظات مصر، ولا يسري كمان على وحدات طب الأسرة، لأن دي بتقدم الخدمات الأساسية للمواطنين في القرى والنجوع. هو بيسري على المنشآت الصحية الأخرى زي المراكز الطبية والمنشآت العلاجية اللي موجودة، بالذات اللي يا إما هينشئها الملتزم اللي هو المستثمر، سواء كان مستثمر ده من خاص أو من قطاع الأهلي أو من مستثمر، ويا إما هينشئ هذه المستشفى أو هياخد أحد المستشفيات القديمة ويرفع كفاءتها ويجيب أجهزة فيها حديثة ويبتدي تشغيلها لخدمة المواطن المصري. الهدف منه ان احنا عايزين نوسع الخدمات الصحيه. احنا عندنا عجز في المستشفيات، فقلنا او مشروع قانون فلسفته ان احنا نفتح منافس جديده بفكر جديد تقدم فيها خدمات صحيه للمواطنين، ايضا تحسين اداء المستشفيات الحاليه وتحسين ادارتها ورفع مستوى الاداء فيها. فده كان يمكن فلسفه مشروع قانون. لما يبقى في مستثمر داخل يحسن لي الخدمه الصحيه واحصل على جوده في الخدمه المقدمه، يبقى انا اكون مع هذا القانون، مع عدم الاخلال او المماس او المساس باي شيء خاص بالمواطن البسيط، سواء اللي ليه تامين صحي شامل، سواء في الخدمات الاسعافيه، في الطوارئ، في نفقه الدوله. ده كله يعني موضح بالقانون، موضح بمواد القانون ان احنا لا مساس بالمواطن البسيط في إيجاد الخدمة المناسبة. الحكومة دخلت النهاردة بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة 2023-2024، الغرض منه استكمال التكلفة اللي هي ظهرت أثناء العام زيادة، لأن زي ما حضرتك عارف أن مجلس النواب بيوافق على الموازنة العامة للدولة، إذا حصل فيها أي زيادة في أي بند منها لازم الحكومة طبقا للقانون والدستور ترجع للمجلس ثاني عشان تاخد موافقة. أنا عندي دخلت بفتح اعتماد ب 320 مليار جنيه مقسمة على 3 أبواب.